Agenda santé. L'agenda santé, quelle année قدموا لكم اخر المواعيد الطبيه والعلميه وخاصه لسنه 2022. L'association tunisienne de chirurgie hernière organise son 3e congrès national le 10, le 11, le 12 mars 2022 à la cité de la culture Chedi Qlibi fi Tunis. Simultanément au congrès annuel de l'association de chirurgie d'obésité avec une liaison avec l'Académie française de chirurgie. اكثر تفاصيل فيما يخص الجورني هذه وفيما يخص الكونغري هذا تلقاو لي نتاعو على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة FM اذاعه القيروان للصحة. ونذكركم ان الكونغري كومبورت ان فولي براتيك سيسيون دونترينمون سور لو بورسلي و اون بريزونطاسيون ديتود ملتي سنتريك تونيزيان ريلاتيف ا ليتا دو ليو اون ماتيير ديز هرني. نجموا تلقاو اللي نعاود ذكركم pour les inscriptions على الباج اوفيسيال فيسبوك لإذاعة الحياة FM إذاعة القيروان للصحة. هذه فيما يخص l'association tunisienne de chirurgie hernière qui organise son 3e congrès du 10 au 12 mars 2022. كانت هذه أجندة سانتي بالنسبة لي. أجندة سانتي. À la cité de la culture Chedi Qlibi fi Tunis.